نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد رسائل صوتية على تطبيقكم تيليجرام. قم بضغط هنا على تطبيق تيليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصيات والأمان، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الرسائل الصوتية. هنا سوف نقوم باختيار من يمكنهم مراسلتي برسائل صوتية أو مرئية، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.